تقييم مونديال نصور علامة حسن المنتخب الوطني تو. ما تجيش باللي عملناه باللي حطيناه من الاول. بون حطينا احنا من الاول قبل ما نمشيو لغاديكا حطينا بوديوم. مي ما جاتش يعني باسمي وباسم صحابي الكل نطلبوا الاعتذار من كامل الشعب التونسي وان شاء الله نشرفوهم في الحاجات الجايه ان شاء الله. بارك الله فيك. تصوروا اعز حاجه هي التصفيق والتزغريت هذا كي خارجين مونديال نجم يكون في التاريخ. والله صحيح اعز حاجه واحد ما كانش يستنى في الجماهير اللي جات هذا اليوم. واحد فرح بيت نقاش على كي يشوف عبيد تزغرت وعبيد تعيط وعبيد تساند فيها برغم سمعنا بحاجات يعني ثم قتله في سي وزير وسمعنا واحد هم يتبعوا فينا ان شاء الله نعدوهم نحن بالعام الجاي في كوب افريقيا الجاي نترشحوا ان شاء الله ترشحوا كوب جيمون ان شاء الله زاد. والله نحن حبينا نوصلوا ما عملناهوش صحيح حبينا نفوتوا يعني 2007 2007 ما وفقناش ربي ان شاء الله عام الجاي ان شاء الله بفضل ربي نعدوهم وان شاء الله نعملوا حاجه عام الجاي ان شاء الله.